اللي تعرقت عليه كفارس ولدي، واللي تعرقت عليه ككبتي روعي وحدي وبستيني ربي، كرجعتي مبروك وبستيني خوي بعد الشبيه ككبتي رحنين عليا، اني محروقه يا ابو خوي ديني ما صبت العيد ما صبت نبكي ما صبت افرح اخويا، ايوب الحبيبه وش يصبرني يا ربي وش يصبرني، ايوب ككبتي 22 ساعه خويني وشي دنيته هذا هو وقته اللي يعيش فيه واللي يلبس فيه. قبل 3 أشهر اختفى قارب هؤلاء المهاجرين من إقليم الجمهورية التونسية حسب أهاليهم. أول خطوة دمناها عرفنا شكون هو مول الفلوكة، تسمى مش بعيد يسكن في شابي لهنا، ورحنا وعرفنا الفلوكة من جات وش من الفلوكة وش الأوصاف تاعها وش من الموتير كلش وش قالوا لنا أصحابه، ورحنا حتى مول الفلوكة وهارب ماما يتحوس عليها الدولة ومش عارفين. هما راحوا لودوز مارس، لودوز مارس خرجوا من واد بقرات، راحوا جويه الوحدة ونص تاع النهار هذاك. صحابو قالوا لي بلي معاهم بنات، شكون هما البنات وش من الفلكه وعقدها راحوا وكلش على بالهم كلش. فيهم 6 دراري و3 بنات، زوز من عندنا. انا كنت كونتاكت مع واحد تونسي تما، تما ما نجموش نجبدوه تونسي هذايا، تونسي هذا كنا معاه كونتاكت، بقى يشرشي على الحكايه، قال لي صحهم حكموا فلكه فيها 3 بنات و6 دراري من الغدوه، قال لي اكد لي اسكو فيهم واحده اونسينت ولا لا، تسمى معلومة هذه ما يعلمش بها هو، فهمتي، وهذه كاينه منها تسمى فيهم واحده اونسينت، تم تاكد باليوم في تونس. نساء اخترنا طريق الهجرة السرية مقابل شهادة موت. مياه البحر الأبيض المتوسط لازالت دائماً مسرحاً لعمليات الهجرة غير القانونية. من سواحل الجزائر تنطلق يومياً عشرات الرحلات المتجهة إلى أوروبا بشكل سري. هذه القوارب نفسها تحمل اليوم عوض الشبان والرجال نساء أمهات وعائلات أيضا. سأكون معكم أنا نجيب عندار في هذا التحقيق للإجابة على العديد من الأسئلة، أولها من هن النساء التي يغامرن بأنفسهن في عرض البحر وكيف استطعنا تحمل مخاطر ركوب الموج. قوارب النواعم في هذا التحقيق. ظاهرة الحرقة لم تعد تقتصر على الشباب فقط، بل امتدت إلى النساء والأطفال وحتى الرضع. أصابت أثرها اليوم أساس المجتمع، فما هي الأسباب التي جعلت وتيرة الهجرة السرية ترتفع لتشمل النساء والعائلات؟ لما نتحدث عن حرقة النساء نحن نتحدث على أسباب متعددة ومتنوعة، وحتى هذا النساء اللي يحرقوهم ما همش نفس الفئات، كاين فئات مختلفة ومتعددة، كاين طالبة متعلمة تحرق، كاين مرأة ممكن عاملة، كاين وحدة اللي قاعدة في الدار، كل وحدة كيفاش. دوكا اللي نتحدث عن الحرقة بصفة عامة راهي ظاهرة في تنامي كبير، مست الشباب وكانت بدرجة أقل النساء. النساء عددهم في تزايد، اليوم راهم يحرقوا كما قلتي حوامل إلى غير ذلك. المرأة ماهيش في منأى عن التغيرات والتحولات اللي عيشها المجتمع، وربما تعيشها بحدة أكبر لأن ظروفها الاجتماعية ومكانتها في المجتمع عندها خصوصية، فتعيشها بتحديات أكبر. كل الظروف اللي نعيشها نحن في المجتمع الجزائري المرأة تحس بها بدرجة أكبر نظرا لوضعها الاجتماعي وكذلك نظرا لحساسيتها وإلى غير ذلك. اتعرقت عليك كيف يا روعي وحدي،
تحمله للتنزه يوميا على شاطئ البحر. أم شمس الدين عائدة من قوارب الموت في هجرة غير شرعية، كان لهذه الأم موعد مع حياة أخرى. كنت نادمة، قلت يا ربي تسمى عملت غلطة، أنا تسمى عملت غلطة، تغمدوا عيني لا غالب، عملت غلطة ورحت هدرت بالهجرة غير شرعية، وأنا تسمى 5 سنين وأنا نجري هنا ما كان حد شيء، قلق تغمدوا عيني. هما الطب اللي تاعو هنا قال لي مستحيل العملية تاعو تكون هنا في الجزائر، تكون في الخارج. خممت أنا ندير هجرة الطريقة ولاد الكارتي اللي هنا في سيدي سالم، قال لي يا ماما لكن حابة تروحي معنا كان بلاصة باش تدي شمس وتعالجيه. تغمدوا عيني ورحت أنا، يا قلت العمل على ربي، بالك تصلح لي. قبل أشهر قليلة كادت أم شمس الدين أن تفقد حياتها وحياة ابنها في أعماق البحار. والله عادنا يعني غير نسبحوا بركة نسناو وقتها نغرقوا، ما نكذبش عليك، نسناو غير وقتها نغرقوا بركة، والريح يطيش فينا من حدود الطليانية وطيش فينا حتى لسكيكدا وصلنا. كي رحنا لسكيكدا كي طيشنا الريح في سكيكدا جانا الريزو، كي جانا الريزو عيطنا على مارين ثم جتا سكيكدا، وديك لامارين تاع سكيكدا عيطوا لتاع النابة، تاع النابة يعني هزونا، كي جات لامارين تاع النابة هزونا يعني ما بقناش عاد يقطرنا في الماء باللي قلت. 4 أيام في عرض البحر قضتها هذه الأم مع باقي المهاجرين من دون شراب ولا أكل بعدما تعطل قاربهم. مشينا 150 كيلومتر قريب نص الحدود تاع طليان، طاح بين البابور رامبان، هي ربار اللي احنا باها مش فلوكة تحطب كما نقولوا، طاحت بينا في الحدود تاع طليان، بقينا 4 أيام وحنا يا في البحر. هو الخطرة الأولى كي راه خرجنا عاجل البوطون هذاك تاع 4 أيام، قلت ممكن ننجحوا فيها العملية دي، ممكن تنجح العملية تاعنا. كي كملنا النهار الأول ما كان والو وحنا أمبان، النهار الثالث وحنا ما كان والو وحنا أمبان، النهار الثالث وحنا أمبان، وصل النهار الرابع حتى المفيطابة تدخل، خفت نقول لك الحق، حكمت لي طونسيون، حكم لي السكر، هو حبس الماء ما عندوش، الماكلة ما عندناش، المهم متنا بالشر. أول صدمة المهاجرين تبدأ من هنا، تعطل محرك القوارب وأمور أخرى تحدث تغير كل المسار. خلاص الماكلة وخلاص الشراب، هو صبر، هو يصبر، هو نهار كان ماكلاش نهار كان مشربش، دقيقة الأخرى كي شفت وجهه صفار عاد نشرب في الماء البحر، ولا عاد نشرب في الماء البحر. كي شافني طفيل تما حراقة معانا قال لي ماما راني مخبي طرف بول كاس مامبا في قاعة سعيدة صغيرة، عاد نقطروا له باللي قوت، ولا عاد نقطروا له باللي قوت. هذيك الليلة بعد ما حطيتوش لكن نروح به حي، ما نكذبش عليك. صح تعدات علينا عجرة كبيرة، عدى علينا خوف كبير، واللي جا نصهم ماتوا في البحر، أم نصهم ماتوا. نرى حكمي طالامارين نعتوا لي في الفيديوهات تاعهم، قال لي روحي تشوفي يا مدام، نعت لي في الفيديو في البورتابل، هذا يا خشمه طاير كلاته حوتة، هذا ودنه طاير، هذا يا صوابعه ما كانش، هذا يا فخذه طاير. قال لي شوفي يا مدام الفيديو زيناه تاع الحراق نجدوا فيهم، قال لي وانت راح تريسكي بولدك. قلت له والله غالبا حضارات، قلت له تغمدوا عيني بلكت بها وين، ما لقيتش لا امان في بلادي، ما لقيتش علاج في بلادي. ما تتمناه هذه الأم مختلف تماماً عن باقي المهاجرين، العلاج فقط هو ما تبحث عنه أم شمس الدين، أمنيتها هي أن يتمكن ابنها من المشي على قدميه. لكن المرأة اللي سنوات طويلة معروف عنها أنها كائن تحب الأمان وما هي لا تهوى المغامرة، يعني لأنه قضية الحركة هي مغامرة غير محسوبة إطلاقا، فلما تصل إلى أن المرأة يعني تتغلب عن طبيعتها اللي خلقت وفطرت عليها، معناتها الظروف الاجتماعية أو التحديات راهي
أكبر من طبيعتها التي فطرت عليها. ما ننسوش بلي أن المرأة الجزائرية تعيش في ظروف صعبة جدا، كاين ظروف تتقاسمها مع كل فئات المجتمع رجال ونساء، وكاين ظروف تمسها هي بالدرجة الأولى في خصوصا فيما يتعلق بقضية القيم. الولايات الغربية من الوطن اتجاه معظم من يريد الهجرة بطريقة غير شرعية. الو الو، السلام عليكم. سلام اختي، واش راك خويا لاباس؟ دابا ولا طريب يا حمد الله. وانتيا؟ ولا غير حمد الله، لاباس يعيشك. لا يا ربي يا درا وصلتي. ايه راني في الطريق، راني في الدخله تاع وهران. وين نتلاقاو اكزاكتومون؟ اها شوفي، انا في الدخله تاع وهران. اها انا بور لو مومون راني في العيون. وين في العيون؟ ما نعرفش مليح وهران انا، على بالك جيت تقني جي بي اس. اها جي بي اوتيل. اها غادي تلاقى ايروبوا، كنت هولي تلاقى ايروبوا، راك فاهمه؟ صح. اها مع هذيك الروبوا كي تهوي داك شغل الدروج هودي، غادي تلاقيو البنيه فوضاوي هكا شونتي كشغل يبنو فيه. اها غادي تهودي تهودي مع لوك الدرج يهودو حتى البحر تحتا، انت ما تهودش للبحر، غتلاقيني في نص الدرج نقار عليك انايا. شوف انا اختي غير اكتيفي باسبور واحد اخرين راني قار عليهم تيدي راهم جايين عندك. دقيقه برك نسقسيك، فهمني برك، حبيت نعرف على ال اختي. هدرت معاك دابا قلت لك الصوره ما نهضروش في التليفون اختي، راك فاهم غادي تجي عندي وغادي نتفاهمو. انا ما نهضرش معاك في التليفون عاد، مش عاكي راني ريبوندي عليك في التليفون نورا الكلمه الاولى نقول لك الو روحي بلاصه بلاي ما نزيدكش اختي. الصوره ما نهضرش في التليفون، غادي كي تجي نحكي له اختي كلشي. ماشي مشكل، دوك غير نلحق للوتيل هذاك راني نعاود لك. بعد التقصي في الموضوع توصلنا إلى بعض الأشخاص الذين ساعدونا في التعرف على الوسطاء، وسطاء تستعملهم شبكة التهريب. بعد البحث استطعنا التعرف على المراحل التي يمر عليها المهاجرون للوصول إلى الضفة الأخرى. الو 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 وي اختي صافا الحمد لله. لاباس، راني لحقت وين قلت لي الدروج هادوك. راك عندنا دوك الدروج طوال. ايه راني نشوف في البحر بصح ماني نلقى، ما لقيت حتى واحد، فارغه الحاله هنا. اي هودي شو كيما راك تبيع الدروج، هودي نخرج لك انا. وين نهود؟ حتى البحر ولا وين؟ لا هودي غادي نص الدرج غادي نخرج لك انا. صح وحدك ياك؟ راني وحدي. لا راني وحدي، قلت لك نجي وحدي. اي هودي هاي صح، هاني جايه. صباح انا نحوس، ما جيت نعرف الاختي كاين بزاف لي بلاج هنا. وعدك ياك؟ راني وحدي، قلت لك راني وحدي يا اخي من الاول فهمتك. يعيش وين؟ ما طلعش على ما نقدرش نهضر هنا. لا روح من بعد ولا العينين وسوان. ايه ما نقدرش نطلع منا. ماشي عاوني. واش راك لاباس؟ عورتي رايو ولا غير واش نقول لك؟ شويه شويه اللي غايه دير عفسه كيما هذه. ان شاء الله يعيشك. انت راكي معوله اختي؟ معوله. ايه فهمتك يا اخي، البارح ليل كامل وحنا نهضروا انا برك حب، علاش قلت لك نتلاقى وشغل هاي حاجه ماشي سهله. شوف اختي غادي نديك في الامان كما يقولوا، ماشي نديك في حاجه تاع اللي في نص طريق تحبسي، ولا غادي نديك في كل شيء جديد، موتور جديد ماتريال جديد، غادي تروح في سامة 80 وموتور 115. ما نتلاقاكش يا اختي، انا وليديني فيه كوا دير فيه كونفونس عليها جيت لقيت معاك. فهمتك. انا صورة مشي سهلة يا اختي، انا بنقدر دراهم الناس ونحرق الناس وكاع مشي سهلة. صح صح. مهم اختي انا نديك تشوفي ماتريال دروك. بصح نحكيو قبل على البخي باسكو البارح شغل خلاتني شوية ما نقدر، ما درتش حسابي على هاد السومة هادي. شوفي اختي، حنا رانا ندوب 70 مليون.
شويه سوا عارف سوا براني 70 مليون بري تاعنا هذا ولا غلق لي يساعدك ما نكذبش عليك نعاونك في حاجه كي نقلع لك 2 ملايين نقلع لك مليون نعاونك ماشي مشكل بصح البري راه 70 مليون اختي حاجه واحده اخرى نتفاهم اختي ثاني ماشي مشكل كاع غادي غير بشويه فهمتك كاين نسى معايا هي وخمسة شيرات راهم معاك خمسة شيرات شيرات راهم رايحين معاك كاينه مراه عندها زوج غراوين زوج على بيبي وكاين ليجان معانا معاكم ثلاثه تاع ليجان تاعنا ايه بصح ليجان هادو كيف شغل عباك انا موالفه نسمع يقول لك يضربوا في التريال اللي يضربوا ما كان يدازوا غادي ندخلكم في دار نكريكم دار تقعدوا مع بعض في الليل 12 الليل ولا تاع الليل نقلعوا اختي ما كاينش الزقا غادي يروح معاكم واحد انسان شارب عقله يخدم يروح الي روتور شحال نديرو في الطريق زعما شحال عندك 3 سوايع ونص الي نحطكم في سان خوزي اختي خطاتني انا من تما نحطكم في الجبل طلعوا هذاك الجبل تخرجوا في المدينه حاجه وحده اخرى خطيتني انا صح انت البارح فهمتك قلت كنا نقدر او نشوف هذا السيد انا ولا هو غير غتحطي دراهمك في امان هرب صح وقتاش نعطيك دراهم كيفاش بون غادي تعطيني دروك 20 مليون اختي 20 مليون كي نبغوا نقلعوا في الليل تكملي لي دراهمي قبل ما تركبي تكملي لي دراهمي. اي واش يضمن انا لو كان زعما نركب ومن بعد شغل كومام بنادم يخاف. كيما يقول لك ضامن الله غادي كي تركبي غادي تروحي كونفيونس اختي انا ما غاديش نرسلك في حاجه قديمه غادي نرسلك في حاجه جديده انا ما نخدمش بالقديم انا نخدم الي روتور في الزاوجه نقيسها ما نجيبهاش ماتريال نخليه تم ما نجيبهاش. هاي فهمتني اختي انا تاني ما نقمرش بولاد الناس وكاع. فهمتك. هذه هي لما غادي كي تروحي منها تروحي هاني اختي. ما كاش مشاكل ما كزقا ما كدبازي ما كانوا السؤال اللي راهم يقولوك عليهم كاع ما كاينينش ولازم هاد الجمعه انت قلت لي باسكو حنا انت مثل وقتي كالما كاينه نهار الجمعه هاد الجمعه كاينه كالما لما كده لما رحتي هاد الجمعه فقط قاري كاين جو وخد اخر طيطي على البحر حنا عندنا كالما الجمعه والسبت فهمتك كان الجمعه ان شاء الله نقلعو باه يعاود يولي الماتريال زعما كونك هاني ما تخمي في حتى حاجه انا تاني مقمر معاك انا جا هنا وما نقعدش معاك نروح في دار نقعد معاك في دار ما نقعدش كاع معاك براك بغيت مانيش عارف كي جاي وحدك ولا كي جايبك لي جماعه لا لا يا خاف انا تاني خاف على روحي وحاجه واحده اخرى بغيت تسقسيني عليها سقسيني دروك واش ندي معايا واش ندو انا مش تدي دي ساكودو في البدله تاعك باسكو غادي تمخو في الطريق هاك غادي كي تركبو منها غادي وندوخ مندوخش ما تدوخي ما والو الا جامي ركبتي في فلوكا انا نجيب لك واحد الكراج يسموها مال دو مال تاكلي ما تجيك لا تقيه حاجتك ما تجيك لا تقيه ما يجيك والو تروحي نورمال تبغي ترقدي في الطريق ترقدي هاك فاهم تجي تروحي ما على بالكش كاع ما كيما يقولوا ماكش في عقلك فهمتك هاك فاهم تتراوح أسعار تهريب المهاجرين إلى الضفة الأخرى بين 600 ألف و 900 ألف دينار كلما كان المبلغ مرتفعاً كلما كانت الرحلة مضمونة السريع كلمة جديدة دخلت قاموس المهاجرين استعمال محركات سريعة وقوية هو ما جعل المهربين يرفعون الأسعار 3.5 ساعات كافية لوصول نواعم الجزائر إلى أوروبا لكن مقابل ذلك سيوقعن مع أنفسهن عقد الانتحار دروك بات بحر نقول لك حاجة وخد أخرى هذا بحر ما قلتش نعرف حنا يمكن ندمروكم كيف نقولكم نقولكم الله يسهل نقولكم الله يسهل وتواصلوا تما تعيطوا واحد فيكم يدي نيميرو ولا يدي فيسبوك تاعي ولا يعيط قال الو صاي وصلنا انا بها نقعد هاني حاجه واحده اخرى جسويلا اي حاجه تستحقيها قولي لي ضروري قبل ما تعطيني الدراهم بتقعدي هاني تيتاني انا ديما نديج دراهم غير هكا فهمتك انا كي نهود الماتريال خلص اللي يهود الماتريال يخلص اللي يجر الماتريال يخلص سير لك 70 مليون تاعك ما غاديش نديها انا كومبري وحدي صح فيها شحال من باب لك 70 مليون اليوم رانا الحد مازال لك 2 3 لا 4 5 جمعه 5 ايام تعطيني دروك اختي 20 مليون لازم دوكا تخلصيني دروك تعطيني 20 مليون معليش منا العشيه سمعيني اختي باه ندير لك بلاصه بلي سايسيب بغالوها من بعد كي عيط لي وحده اخرى ولا يجي عندي وحده اخرى بلي سايسيب اني كومبلي فهمتك ما خصش انا نجيب لي وحده اخرى درام نبدل لك نورم اختي مخروجي فهمتك دقيقه تيليت اني ليلي روحي للدار ولا لا فوس ولا جيب لي دراهمك شيا كاع الوقت اللي تكملي غاس وراك عيط غير نعيط لك سي بون راكي مكتوبه في لايس كيما يقولوا جمعه ان شاء الله انا نجي ريكيبي ليكم نجي ريكيبي ليكم بالخميس نبيكم في دار تاكلوا تشربوا ما خاصكم والو ترقدوا هانيين كونفلونس جمعه في الليل نقلعوا اختي ان شاء الله هي نورمالمون انا ما نقولكش وين غادي نقلعوا نقولك الو ارواحي وجدي روحك
ما نقولكش باسكو بالك راكي معايطه في التليفون بالك كي دايره حاجه بلاك. لا لا يا اخي كيما انت راكي خايفه انا خايفه على روحي انا تاعك نورمالمون قبل ما نهضركش الهضره نورمالمون نقول لكم الو اروحوا اليوم ليزونس انا فهمتك باللي غادي نديك في موتير 115 وغادي نديك في فلوكا 180 واسعه وتروحوا اليس ماشي تروحوا واحد فوق واحد ولا ندي 20 بنادم انا ما نديش 20 بنادم اختي ما خدمتش كونتيتي انا نخدم 12 بنادم 10 جواره والقيد وسكوندو تاعه ما عنديش واحد اخر يركب معاكم صافي اختي وقبل ما تركبوا نفهمك حاجه اختي ما تقوليش بلي ما قالوا حاجه التليفونات تاعكم ينقلعوا علاه ما كاش فيديو في الماء ما كاش لي دير لي فيديو في الماء ما كاش شغل هم ونعيط لدارنا ينقلعوا نعطيهم للقيد كي توصلت ما يعاود يعطيكم التليفونات تاعكم بصح في الماء من الجو قلعي تقولي ديري لي في اللايف ولا تصوري فيه ولا تصوري لي في السيد لا انا ما نصورش احنا نديروا كاع احتياطات تاعنا التليفونات تاعكم ينقلعوا راهم عند القيد كي توصلوا يجبد لكم تليفون كل واحد يعطيها تليفونه باسكو على ولينا نلقاو مشاكل اختي هاك راهم يركبوا في الفلوكا في وسط الماء يقولوا يديروا في اللايف يصوروا روحهم يديروا فيديو ومن يطلقوا في اليوتيوب السيد يباصي فهمتك يجبد لك اسمه وتقول لك شكون راه مباصي وشكون شكون شكون راه حارق وشكون راه مباصي راك تعرفي هاد الصوالح فهمتك قبل ما جيتي انت لهنا راكي سقسيتي عليا غايه لا لا سقسيت عليك و... اي الحمد لله قالوا لك انسكيير انا ما جاي ما نزعقش في الماء انا كي نركبك تسمك توصلي باذن الله الهضره تموت هنايا كلشي ما تشوفينيش كاع في وجهي وما نهضرش كاع معاك ما تعيطينيش كاع في التليفون ما تعيطش كاع التليفون تاعك انا علاش درت هاد الصوالح صاي صاي كونك هاني اختي ليسونسيال اي حاجه راني هنا ماشي مشكل كاع بارك الله فيك يعطيك الصحه مرحبا بك اختي اي حاجه تبغي ديريها عيطيني انا نجي عندك الخراجات الميدانية التي تتكفل بها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بولاية وهران رافقت كاميرات الشروق تحقق المستشارة القانونية التابعة للمنظمة اليوم سيكون مخصصاً لزيارة إحدى السيدات تستعد للأسف هذه السيدة للهجرة السرية في الأيام القليلة المقبلة دور المستشارة اليوم هو إقناع السيدة بالإقلاع عن الهجرة خطورة الوضع قد تودي بحياتها وحياة أبنائها في أعماق البحار ما كاش حل تروحي هنا غير للسبيطار طبيب توجور في البلوك وين تروحي وين تروحي ما كاش تروحي المحكمة إلا قلت كل يوم تهملي ولادك وكل يوم تروحي المحكمة كل يوم تجري عييت الحل واحد الحرقة وانتي تعتقدي انك كيكي راح تروحي ما وراء البحار هل عندك عائله تخدمي تلقي خدمه هنا ماكاش خدمه الجزائر ماكاش خدمه ماكاش ساكن وهل تعتقدي انك راكي رايحه تروحي تغامري بنفسك لان راهي مغامره وين رانا شفنا شباب رجال وين ما نجموش رانا نشوفوا فيهم يخرجوا اموات تقريبا كل يوم هل تعتقدي ان هذا هو الحد الانسب ولا الحل الوحيد ليك انك تروحي لبلد مجهول ما عندك حتى واحد وين ترقدي وين تاكلي الجزائر امضت اتفاقيات دوليه واتفاقيات مع الأمم المتحدة حول هذه الظاهرة لأن هذه الظاهرة ليست منتشرة إلا في الجزائر فقط بل هي منتشرة عبر جميع دول العالم قانون هنا راه صارم لكن السؤال يبقى مطروح هل القانون أو العقوبة هي كافية للحد من هذه الظاهرة أم لا؟ القانون وحده ما هوش كافي لأن هنا يدخل فيها دور المجتمع المدني بصفتنا احنا كجمعية مكلفة بحقوق الإنسان الأمر هذا يهمنا
هناك ناس جاونا، ناس اتصلوا بينا وين تشوفي السبب الأساسي هو نقص الوعي، نقص الوعي الثقافي خاصة. عندهم اون ايماج انه كيروح الطرف الاخر ما وراء البحار راح يلقاه دنيا جنة. بالعكس بالعكس، الجنة راك راح تلقاها في بلاد. عن مجموعة من الأسئلة راودتنا خلال التحقيق، كيف يمكن لهذه الأم أن تغامر بأولادها في طريق مجهول؟ الحرقة نشوفها حل يقدر يسلك الوليد المريض، ما كاش حل وخد آخر. هنايا تديه كل يوم تروحي السبيطار، كل يوم يقول لك الطبيب راه في البلوك، كل يوم تروحي للطبيب راه في البلوك، كل يوم الطبيب راه في البلوك، هذا ما تسمعي. هو اللي راه باغي، هو اللي قال لي ماما ماناش عايشين خلينا نروح. هو اللي راه باغي الحرقة، والله ما أنا، هو بزاف كتر مني. قال لي ماما على الأقل هنا نقرا ونتعب وما نلقاش خدمة، يلق لي عرف باش ندخل نخدم، على الأقل خليه مسكين يروح تما يدير تاويل، يا نعيشو يا نموتو. معليش رانا ميتين أختي، رانا ميتين. أتفه الحاجة تحوس عليها خدمة ما تلقيهاش. من 2017 من المرض تاع ولدي بديت نخمم في الحرقة. كيما ولدي قالوا لي مين مريض، هذا الحراق اللي اتصلت به قال لي مين مريض نديه لك باطل، قال لي بصح انتيا تخلصي سما بلاصتي انا خلصها. قال لي 60، ما نكذبش عليك اختي، شابقى بقى تلفزيون في الدار، بقى فريجيدار، بقى لي ايترو ميناجي، درت حساب نبيعهم. هذا اللي بقى، كلشي خسرته على ولدي. شفت صحاباتي راحوا ووصلوا راهم غايه، ولادهم قاع راهم يقروا، ولادهم قاع نشحوا، انا ولدي انا هنا راه يقرا يتعب باطل وماكاش نتيجه. مرض ابنها سيكون عائقا. خلال مقابلتنا للسيدة توصلنا إلى أن الظروف الاجتماعية والنفسية القاسية هي أول سبب يجعل النساء يفكرن في الهجرة السرية. كي تقطعي لي اسمه كل شيء ما يعودش عندك أمل حتى في حاجة، شو تديري؟ أوبليجي عليك تحرقي. شوف شوف يا أختي، تأمني باللي حطيت سيفي حتى تفام دو ميناج بالعرف، وين تحطي بالعرف؟ خممت نخدم خدمة تاع الليل باش في النهار نقابله يكون في الليل راقد، ما لقيتش اختي خدمة. نقول لك الصح تلمو جهلت، قلت نموت بيا بيهم ما يقعدوش حيين يتعذبوا مورايا، نديهم نموت بيا بيهم ما يقعدوش مورايا حيين يتعذبوا. شكون بليهم؟ ترفده جداته سيمانة، خالته 15 يوم، ومن بعد شكون يرفده؟ مكاش لي يرفده، تخطي مني انا امه مكاش لي يرفده. قالوا لي الاولى قالوا لي توصلي اسبانيا تزيدي تقعدي ايامات تقدموك لفرنسا. قالوا لي كي نقدموك لفرنسا تما دبري على روحك كريه، ديري ولادك في السونتر وخدمي. انا قلت نخدم غير باش نشد روحي ونقابل ولادي، نخدم نلقى خدمه اختي نخدم. اتفه الحاجه في الجزائر ما لقيتهاش خدمة مكاش. الطلاق ليس سبباً في إقدام هذه السيدة على الهجرة بهذه الطريقة، لكن ضمان مستقبل أولادها هو هدفها الوحيد. شوفي أختي، وحدة ما تقوليش الوحدة ما عندهاش أمل، ما عنديش أمل في أتفه الحاجة، مكاش أمل في الجزائر تحوسي على السكنة مكاش، تحوسي على خدمة مكاش، تحوسي على طبيب تروح تداوي ولدك بالعرف، أتفه الحاجة مكاش. شو تخدمي؟ يقولي لي غير الحاجة اللي باش توكلي ولادك وراها في الجزائر. المهم نعيشوش ما يعيشوش مورايا مغبونين، باسكو أنا راني مغبونة، يزيدو هما ينغبنو شكون بيهم؟ قلتها لهم يقعدوا يا بنتي تقعد تقولي لا ماما ما نروحوش، نقولها بنتي يا نموت وكاع يا نعيش وكاع. كان خليك مورايا نقولها شكون الدار اللي تروحي لها تولي تخدمي تضربي جفافة وتحبسي قرايتك. وكان عندي الدرهم كاني رحت اختي، حتى حاجة ما شادتني الدراهم، كان لميت الدراهم كاني رحت. قال لي راحوا وصلوا، قال لي نعرفهم راحوا وصلوا،
برك عندنا ديكا وحدين ماتوا الله غالب. خممت فيهم وننضر وكي نشوف، نكذبش عليك، كي نشوف غير الفيديو تاع اللي مات نقعد نبكي. طافي كي داير شير، بصح الله غالب اختي. إذا المرأة تعيش تحديات مضاعفة بفعل العوامل، عوامل التواصل الاجتماعي، هذا التحديات تعيشها بحدة أكبر، لأنها تصبح تقارن وضعها الذي تعيشه في مجتمعها والصورة النمطية التي ترسلها وسائل التواصل الاجتماعي، فتحس بنوع من الغبن، من الاحتقان، من الاحتقار، وتخمم تقول لك أنا نعيش مرة واحدة فقط في هذه الدنيا، إذا لازم نعيش الحياة كما أتصورها. التصور هذا يختلف تماما عن التصور الذي نشأت عليه، فتتغلب على طبيعة الخوف، على فطرة الخوف، على فطرة البحث عن الأمان، وتولي في مكان فطرة الخوف تستبدل بالمغامرة، والأمان كذلك يولي في مكانه الإقدام، البحث عن الإقدام. يعني هذا فقط بطبيعة الحال بمراعاة أن هناك فئات مختلفة ولكل فئة أسباب خاصة بها نوعا ما، لكنها تشترك في نفس التحليل. للوصول إلى الحلول التي تضمن على الأقل التقليل من هذه الظاهرة، اقترح الحقوقيون، المنظمات والجمعيات آراء مختلفة، لكن معظمها هدفها واحد وهو محاربة الحرقة. هي في الحقيقة فيه زحوف من كل جميع الولايات وخاصة إلى ولاية مستغاليم، وكذلك حنا عندنا منطقه هنا في نواحي بوسفر كذلك. هنا بس هنا نقولوا ماشي غير الناس تاع السواحل اللي هما راهم يحرقوا، باسكو راه بيجوا من جميع كاع من القطر الجزائري وخاصه من الصحراء كذلك، فيه بعض الناس راهم يجوا من الصحراء بيروحوا. في الحقيقه كجمعيات وكمنظمات وكاع والله درنا مجهودات باه نوعوا الناس. عندنا في المناطق تاعنا السواحل تاع وهران، وعندنا السواحل تاع مستغاليب كذلك اللي فيها هجره كثيره، وين عندنا جماعه من توانا تم، ورانا نتكلموا ورانا نروحوا نديروا جولات تحسيسيه، حملات تحسيسيه. ولكن انا اقول باللي 5% من هاد الناس يسمعونا ويعاودوا يتراجعوا، ولكن 95% ما يتراجعوش. خوتي هذونا الانسان معنا، ربي يحفظهم ان شاء الله معنا. الهجرة السرية عبر قوارب الموت التهمت شبابا فاقدا للأمل، شردت عائلات كثيرة، لكن ما يجهله هؤلاء الشباب أن معظم من تمكنوا من الوصول إلى أوروبا يتخبطون اليوم في أوضاع مزرية. راي في 6 أشهر أو 7 أشهر وين تكلمنا مع واحد من تيبازا، وين وقع مشاكل وراحوا في قارب ودامنا، وقال لك أنا متوحيد. قال لك مين أنا وصلت هكا وليت ندعي في ربي، يا ربي لا حيت نعاود نولي لبلادي، ما كاش العيشة كما بلادي. والسيد صحيح ربي نجاه وعاود رجحنا، وين راه دخل الجمعية وراه يوعي الناس بالخطر هذا، خاطش كاين الناس اللي يشوف هذا شوفه يروح في قارب كبحر من دار عنده عيد اشعال، عنده واحد كيما احنا ما عندناش هنا من بايزون، نعطيك من الوهران الالي كونت ولا المسافه ماشي بعيده بزاف، تبان له مسافه ماشي بعيده، يقول لك انا من الوهران كيما العين الدفله، دونك من الوهران العين الدفله تبان له صغيره، يحسب روحه راه في طوموبيل راه في طريق، ولكن البحر غدار، البحر غدار. في اواخر السنوات هذه وين في اوروبا مع الوباء، وين الجزائريين ما مش عايشين، ومشي الجزائريين مام أصحاب البيان ما مش عايشين، وما ترى توعنا هدو الحرادة كيف يكونوا عايش. مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلام البديل، صفحات عديدة يلتقي بها من يتصفح فيسبوك،
آلاف المتابعين تهمهم أخبار الهجرة. تواصلنا مع صاحب أحد الصفحات بعد متابعتنا لصفحته لمدة طويلة. باسكو أول شخص كيحوس على اسم الصفحة كيكتبها تكون النية تاعو يحرق، أول حاجة يديرها يبعث لنا ميساج في البريفي كاش حرقة، ثم يبدأ الرد تاعنا. أولا حنا ديجا حنا كي نديرو منشورات، مثلا وصلت فلوكة نديرو عليها منشور، لحقنا العلم بلي الفلوكة هذه وصلت بعد يومين ولا خمس أيام، المهم وصلت إسبانيا ولا إيطاليا، نديرو هاشتاغ لا للحرقة. كي نديرو لي بوبليكاسيون راهم يشوفوهم بلي ضد الحرقة الصفحة تاعنا. كي نديروا لي لايف في الصفحه، انا درت عده شهادات الامهات عندهم ولادهم مفقودين في تونس، ديما نقول لهم حنا صفحه ضد الحرقه. الناس اللي تبعث لي ميساج في البريفي وتقول لي خاصتني حرقه، الصفحه تاعنا ضد الحرقه. نقول لهم ديما ما كفاناش، عندنا اكثر من 4000 جزائري مفقود، اكثر من ممكن لو كان يزيدوا يديروا الاحصاء ممكن يكون العدد ضعف اكيد تاع المفقودين. كاين ناس كي تحضر على المفقودين هذا تقول حزب المفقودين، ما كفاناش غير حزب المفقودين هذا اللي راه كم هائل، ما راهش شويه. او زلزال بومرداس ما قتلش 4000، زلزال من عند ربي سبحانه ما قتلش 4000، هذا باش يشوفوا الناس خطوره الحرقه. كلهم من البحر والاسمع على القوارب هذه، يقول لهم قوارب الموت. انسان اللي سماه قوارب الموت على بال واش معناتها هذا الاسم. حسن يعتبر مواقع التواصل الاجتماعي منبراً مهماً لمحاربة الهجرة السرية عن طريق التواصل المباشر مع المهاجرين. الصفحات اللي كنت الحرقة كما الصفحة تاعي ما عندهاش تفاعل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. ناس كي تسمعك تهضر انت كنت الحرقة ديجا راح ديكوتي، باسكو هو الهدف تاعو كي جا الصفحة هذه باغي يحرق. أما الصفحات اللي تروج للحرقة، نعطيك على سبيل المثال الصفحة تاعي أنا لو كان نديرها للبيع ممكن نبيعها اكثر من 100 مليون، بصح تطيح في مروج حرقه، انسان يكون ماشي ما يكونش ضد الحرقه، يكون بور الحرقه، راح نكون انا شاركت في جريمه. يعني انا بالنسبه لي اللي حرق جزيري عبر قوارب الموت، والناس اللي تروح للترونجي اللي توصل راحت عبر قوارب الموت ولا راحت بالفيزا وحرقتها، النصائح اللي يمدوها والله معظمهم يقول لهم اخطيكم من الحرقه تاع البحر. باسكو علاش جميع واحد يروح من البحر يشوف الموت، يشوف الموت من الماء من كل جهه يبان غير الماء. حالات كثيره لجأت لهذه الصفحات من اجل جمع المعلومات، منها من استنجد باصحابها، ومنها من يبحث عن اي خيط يمكن ان يوصله الى ما وراء البحار. بيان سور جوني حالات، كاين وحده ثاني عيطت لي نتذكرها جيدا. يعني مالغري قلت لها انايا كونتر الحرقه، لاباج تاعي كونتر الحرقه، قعدت تنسيستي، قالت لي يا خويا درك ما بقاش الامان في الوقت هذا اللي رانا فيه. قالت لي انا سيت نحرق زوج مرات، مره داو لها مبلغ 30 مليون في عنابه، ومره داو لها مبلغ 20 مليون في وهران على ما اظن. ابري يعني حبت من طرفي انا عندي صفحه كبيره، حبت شغل انا نعطي لها الطريق كيفاش تحرق. مالغري انا كنت كونتر مي قاعد تنسيستي لدرجه ما تقدريش تصبريها. يعني انايا جو سوي كلير، درت النيميرو تاعي في لاباج، درت بين لي فوتو تاعي لي فيديو، ندير لي لايف صافي. اي حاجه ندير ترويج للحرقه راني نحرق روحي، باسكو راني بلي فيديو بالنيميرو تاعي. إقبال النساء والفتيات بصفة خاصة على هذه الصفحات ملفت للانتباه، كلهن يبحثن عن طريق للهجرة السرية. تعليقات معظمها تبحث عن أسعار الحرقة أو عن مهربين يضمنون وصولهن إلى أوروبا. فما سر هذا الإقبال الرهيب؟ وما الذي يجعل الجنس اللطيف يفكر في هذه المجازفة؟ نتحدث اليوم عن تحول في المجتمع. حقيقة هذا التحول عنده عدة أسباب، فيه أسباب من الداخل وأسباب من الخارج. ما ننساش باللي ظاهرة العولمة ربما لي ريزو سوسيو والإنستغرام تضع المرأة رقم واحد، المرأة هي سيب النيميرو 1.
كوسوسوا في الماركتينغ في التسويق، لو كان تحلي ديري تحليل في الكونتينيو تاع الوسائل التواصل الاجتماعي الانستغرام تيك توك، تيب المراه تحت الحيز كبير. اذا هي اصلا راهي سيبله لهذه مستهدف الاول في الاعلام، المستهدف الاول في الاستهلاك، المستهدف الاول في الماركتينغ، فهي راح هذو كاع تستقبلهم بدرجه اكبر. مع الوقت مع الوقت يقولوا هذا الـ هذا الـ هذا الاختراقات ولا هذا التصورات تتغلب على التصورات اللي خلقت عليها على انها كائن يعني يخاف الى غير ذلك، فتغامر كما هي كما الرجال، وربما بدرجه اكبر لانها تحمل جنين في بعض الاحيان في احشائها، ربما تحمل طفل الى غير ذلك. رحلة بحثنا عن حالة النساء المهاجرات بطريقة غير شرعية، رفضنا معظمهن التصوير إلا مقابل إخفاء ملامحهن تماماً. أنعم، تفضلي أختي تفضلي. السلام أختي. والله لاباس أختي العزة، الحمد لله والله لاباس. الحمد لله، ندخل. تفضلي أختي العزة تفضلي، مرحبا. لكن مع لبنى كان الأمر مغايراً. في أعالي ولاية قسنطينة استقبلتنا لبنى داخل هذا الدكان. كان واحدة حبيبتي تاني في الباب في البلاد، قالت لي لبنى أنا تحرقي، قلت أنا أحرق نلقاني ما نقولش لا لا، أنا ما دبي نروح الليلة نسيق نكنس نسرح للشر زي قوات، المهم نخدم نجيبهم مش كيما انا نطايش. قلت خلي نروح نحرق اخويا، صلحت لي نحرق، ما صلحتش ويجبني البحر طايشني يدفنوني وخلاص. انا انا مرمده مرمده هنا ولا لهيه؟ ماذا قلت نروح لهيه خير؟ راح انا وحده وحده صلحت لها نحرقت وانا رجعت. كاين عمي ناصر هذا قال لي يا بنتي رجعي بنتك مازالت صغيره تحتاجك، وليت نبكي انايا في الليل عاودت العطور جيت. الفقر هي الفقر، الفقر يخليك ديري كلش. انا والحمد لله انا معروفه في الخروب، بعد ما يضرب بيا وتيريا ويملك لاني الدود شبيك الناس اللي ما ترحمش حاجه الخروب الله يرضى عليهم، ما يتنرقد في الطروطوار راه كيغطيوني ويروحوا يجيبوا لي كاسكر وتعشوني ويروحوا. نقول ولاد لونفيرينا نورمالمون عندهم حقوق، هاني بنت لونفيرينا هاني نطايش ما عندي والو، عندي غير ربي سبحانه والناس الشعب حباب ربي هزيني عندي والو. رحت نجري على الخدمه دخلوني عام، كي قربت نخلص نخرج من العام ما لبليش انا بليني سيافي، انا حاطه روحي انطري طلع مر خلص، قالوا لي خرجي كنت ماني خدامه، قالوا لي انت كي كون ترى عام. هنا تعيش احدى الحالات التي لا تغيب فكره الهجره السريه عن طريق قوارب الموت ابدا من تفكيرهن. جاتني الموت بين عيني ما كذبش عليك، ما عنديش حل، سماني ميتة ميتة، هنا ميتة هي ميتة، مال الروح ندير شوية درام للطفلة قالت ايش وانا خليني ميتة ميتة، داني ميتة هاكني ميتة بعد هذوك اني حية، اني مش شاقة نلبس قندورة كي الناس، ما تقدريش تلبسيها ما تقدريش ما تقدريش تقدريش تلبسيها كي البنات وتخرجي ما تقدريش، بالك ما كتفهميني واش مقصودي وين رايحة به، ما تقدريش ما لقيتش حل. قلت نروح وصلت هاني نخدم، ما وصلتش هاوي جبني البحر سما ميته ميته، ما خليش الملائكه برك هذيك تضيع لي هذا مكان، الله يبارك في الى قاريه في جميع حقوق متربيه يجي الباب الناس بكل تعرفها بكل تعطي لها له شابو علاه؟ عطوني نخدم عطوني سكنه عطوني سكنه راني قانوني عطوني سكنه راني مدومي التروا وانا نجري. هذه الدموع لم تكن كافية لإقناع المسؤولين في النظر في حالتها المزرية. سما صاي راحت حياتي، على وزيد نخاف، أنا راحت حياتي خلاص، الروح بلي صلحت، صلحت لي، هاني لتم خدامة، نبعث لبنيتي شي اللي كنت بربي،
ما صلحتش ويجيب لي البحر هم يهزوني يدفنوني. اي 100 حاجه انا 100 حاجه اختي وش بيك؟ كيف تقولي لي ما نروحش نحرق انا؟ يا نلقى نحرق يا نكون زيد نلقى حرقه خطره هذه. والله ما بقيت هاي لا حبوا يديهم ربي يعطيوني سكنه لم بنتي معايا نكمل العمر اللي بقالي قالت تولي بنتي ولا ما حبوش ايديهم البلاد ايديهم ايديهم كمساهمة للحد من ارتفاع وانتشار الظاهرة يقوم مسؤول المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بولاية قسنطينة بالتنقل إلى حالات الحراقة لإقناعهم بالتراجع عن الهجرة غير القانونية وتحسيسهم بخطورة الوضع. كاينين اللي عايشين تحت درجة الفقر وبشوية وعندهم إيمان وكاينين الناس مواطنين ربي يجازيهم ان شاء الله هما اللي وكلوا هما اللي شربوا هما اللي كذا. كاينين حتى بنات الدوله بنات لاداس كانوا حوسوا يحرقوا. جاتنا المعلومات من عند الناس مواطنين مخلصين دخلنا حنا دخلت المنظمه الجزائريه اللي يقوم حقوق الانسان وحبسناهم وعاونناهم بالشيء اللي نقدروا. ولحد الساعه لحد اليوم 9 جوان 2021 وحنا نعاونوا فيهم ولا نريد جزاء من احدنا وشكورا. حنا نخدموا للبلاد خاطر الطفل هذا شكون ولا الطفل هذه شكون؟ بنت الجزائر حبه من حبه وكريم من كريم. صحيح. هذه بنتنا وهذا ولدنا. انا ذوك الحراق هذا راه ولدي وخويا وجاري. الفئات ما كانش كبار صغار من 22 حتى 40 سنه. هذه نظر عن النساء ما رايك في وحده تدي فلدت كبدها بنتها ولا ولدها صغير في يديها هزتو في يديها وراح تحرق بها. سما كاين ظروف قاهره انا قاعد نشوف فيها ظروف قاهره. وشي الانسان كاين اللي عنده الصبر وكاين اللي ما عندوش الصبر. حالات كثيره استنجدت بالمنظمه منهم اهالي مفقودين في عرض البحر ومنهم من يتصل للابلاغ عن حالات تسعى للهجره لعلها تجد من ينقذها. العائلات اولا ما يجوناش طول على طول يبعثوا لنا رسائل على الخاص على الصفحه الرسميه للمنظمه الجزائريه لحقوق الانسان لولايه قسنطينه. نعطيهم رقم الهاتف نقول لهم روحوا لنا للمكتب. كيجيو للمكتب هنا نستفسروا لان معنا محامين ومعنا ناس اطباء نفسانيين. ومن بعد زدنا لقينا ظاهره اخرى ولات الظاهره للنساء ما اقتصرتش الا على الرجال. ولاو كاينين نساء شابات في مقتبل العمر جامعيات وكاينين اللي دون مستوى كاين حتى اللي شفناهم وكنا حاضرين بلي بيبي تحم بولاد صغار يحوسوا يحرقوا. وحنا كمنظمه جزائريه لحقوق الانسان نحاولوا ديما نديروا تحسيس واش هي المواضيع واش هي ندخلوا عند السلطات المعنيه ندخلوا عند الوالي ندخلوا باش نميمينيزيو نهبطوا قد ما نقدروا. احتكاكهم بالمهاجرين الغير الشرعيين بأوروبا هو من زاد من إصرارهم على الوصول إلى حل نهائي من شأنه أن يقضي على ظاهرة الهجرة السرية من جذورها. شفت الحراقة في أوروبا وحكيت معهم مليح وعندي شهادات تحم حية أقسم بالله غير كاين اللي ندموا ما نقولش بكل وكاين مسكين اللي 10 سنين و 15 سنة لحد الساعة كاغط ما يسعاه مازال عايش في الرعب ماهوش في بلاده خاطر في بلاده كيجوع جارو ياكلو. في الخارج ما كانش هذه. في الخارج كون ما يسرقش نقولها مليحه كون ما يسرقش ما ياكلش كون ما يسرقش ما يرقدش كون ما يسرقش وما يقبلوش به ياكلوا في المساجد ياكلوا في لي كاريطاس ياكلوا عند الناس والله يسرق. وكاين اللي حب يقول لك انا نولي لبلادي ندخل الحبس في بلادي وما نبقاش في بلاد الناس. لم تجد لبنى مكانا يجمع بينها وبين ابنتها الوحيده هنا. بنتي كبرت قدام عينيا وبعيد عليا بصح انا مشيت لحد انا رقدها معايا مشيت نتهرش مع بنتي. شبيك اختي العزيزه ما تقدر واحد ما تقدريش تحسيها بعد هذه تقدريش بعد تحسيها ينظر فيها. شبيك هذا حسبنا الله ونعم الوكيل فيه برك. يا شبيك اختي يعطيوني دويرة أختي يعطيوني خدمة يخليوني إني روحي هذا يتسمر من اللي راني فيه هذا يعطيوني حسبت جات فيا لي واحد اللي جايب الخبر لكل موت واحد ما يجيب لي خبر تسمر من تسمر برات
جعت تعريت جمد ناس انا كذا بالفرن وانا نترعد في الكار نقول خلي او يفرج ربي. اختارت مكانا ارحم حسبها، طريق البحر، حيث ستبدأ حياة جديدة بعد أن تصل إلى القارة العجوز. غلبت أختي العزيزة والله غلبت، الله يغلبت أيما والله غلبت، عندي ربي، عندي ربي، إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.